قطعة أنيقة صنعت من حوالي 7 قرون، واكبت الموضة بأحجامها أشكالها وألوانها المختلفة. الحقيبة النسائية. الحكاية بتقول إنه تم صنع أول حقيبة على يد أحد الحرفيين العراقيين من النحاس المطعم بالفضة والذهب عام 1300 بمدينة الموصل لأحد سيدات الطبقة الحاكمة بذاك العصر، وتم شراءها كتحفة من شخص بالعصر الفيكتوري عام 1858 خلال رحلة لفينيسيا، ليتم عرضها عام 1966 بإحدى معارض لندن. من أكثر من 1000 عام ابتكرت أول حقيبة يد لتصير متداولة بكل أنحاء العالم، وبوقتها صنعت من الذهب والفضة وتطورت لتستخدم فيها خامات مختلفة مثل الجلد، القماش، الكروشيه والقش وغيرها كتير، مع إضافات مميزة بتزيدها لتناسب المناسبات والأوقات المختلفة.